هاي جايز كيفكم؟ طبعا اليوم راح اسوي لكم فيديو عن يعني راح نشوف كم عدد الاغراض اللي نزلت في بيكيكس. طبعا التحدي في لعبة بيكيكس دي، خلينا نشوف اللي نزل. اوكي جايز، اللي نزل هذا هو، هذا مرة يجنن. هذا $49 حقيقي، وكل شيء مع الملابس ب62 درهم. وهذا إذا تشترون 100 درهم عادي، إذا اللي نوب بيدخل بيشتري. هذا حسابي النوب طبعا، أقول لكم هذه البدلة اللي راحت بروحها ب180 درهم. فهذه كل البدل اللي نزلت، وكمان هنا نقدر نجيب البدلة، هذه جزء من البدلة، هذه جزء من البدلة، جزء من البدلة، جزء من البدلة، وكذا. كمان عندكم شوز كلهم ب50 درهم، ومرة كيوت جايز، أنصحكم تشترون، مرة يجننون. شوفوا مرورين، حق الثعلب، حق هذا السنجاب، وحق هذا، كتير جميلين جايز كتير. وحتى هذه البدلة نزلت يعني كلهم بالدولار حقيقي، ما في منهم. وهذا ب20,000 دولار، القميص لحاله ب20,000 دولار. اوكي جايز، هذه حق اليونيكورن. وبعد عندنا هذه يعني ارخص شيء، هذيل الثلاثة، هي مو كثير رخيصة بس هنمشي. وكمان نزلت هذه البدلة بمئة ألف وخمسطاش. وكمان نزلت هذه اللي كانت قديمة، اللي كانت عندنا ب15,000 بس. وهذه للأكلات، الأكل اللي ما انتو شايفين، ايس كريمات هذا. ونزلت هذه غير قديمة في الكريسماس أحس، بس نزلت جديدة. نزلت البدلة حتى هذه أحسها جديدة، اكتبوا في الكومنتات جديدة ولا لا، لأني نسيت كل اللي كان بسيطني راح. اوكي جايز، وكمان في هذا الملابس تبع الراس المربع، هذا الملابس تبع راس المربع فينها الحين. هذا الملابس راح تلاقوها على طول 20,000 دولار، لان تستاهل 20,000 دولار، لان هذا الراس نادر كثير، وهذا البنطلون، وهذا الراس نادر. كما تحصلوا هذا 80 درهم، وتحصلوا هذا البدلة الوحيدة 50 درهم، تحصلوا هاي 100 درهم. اوكي، اذا تشتروا هذه مع هذه اللات كامل مع هذولا، تشتروهم 270، طبعا مو غالي كثير، بس يعني نقدر نجمع خلال 4 أسبوع أو 2 أسبوع، نقدر نجمع كل هالفلوس. وكمان في جايز هذا البيت رجعوه هذا كمان، وهذا. والبيت بقى البيت مع الأثاث حيجي لكم 420 شي، والبيت لحاله تحصدوه على 320. مثل ما انتو شايفين الأغراض الجديدة، وهذه سووها خصم، كانوا مسوينها خصم بالسيدن اللي فات، والحين بعد مسوينها خصم 160 درهم. وهذه كمان كانت 90,000 دولار، الحين 72,000، ونفس بهاري وهاي، يعني كان سيزن الرياضة. اوكي طيب يا جماعة، ونزلت هذا الحيوان النادر اللي خلاص يعني صار قديم، يعني ما في ناس بيشترونه،
جايز مثل ما تشايفين الحيوانات، حتى نزل هذا اللي راح تفتحوه يعني يحصلون هذا، حتى نزل هذا من مو من زمان موجود، وحتى الآن. أوكي جايز، رحت بحط تحت وتلاقوا هذا ب 125، وهذا جايز صار كثير ثمنه، مو غالي كثير مثل ما انتم شايفين جايز. حتى نزل البوكس جديد، هذا البوكس الجديد اللي ب 15 و11 غلط، تطلع على كل هذا الفلس 80,000 دولار. كثير جماعة الأشياء رخيصة وكثير حلوة، وكمان سووا خصم على هذه 8,000 دولار 40 فقط. اوكي جايز، وبراويكم البيت من جديد اللي رجع، البيت الجديد اللي جابوه، البيت الجديد. شوفوا جايز البيت الجديد بيرمش، وكمان شوفوا من داخل كيف شكله، من داخل كيف شكله جنن. وهو 3 طابق يعني حلو كتير، وثلاث طابق بعد. اوكي جايز، وكمان في كثير اغراض كثيرة، في اغراض اكثر من هذه. خلينا نروح اراويكم الصناديق، وين بتشوفوها الصناديق؟ هي ما هي صناديق بتعطيكم هدايا، هي صناديق بتعطيكم حيوانات. طبعا صناديق بتعطيكم حيوانات جايز، صناديق بتعطيكم حيوانات. أول شيء تشترون هذه ب50 درهم، وبعدين تروحون عند هذا السيزن هذا الغاذا، ربط تشربون هذا المشروب اللي عندكم، تشربون هذا المشروب اللي عندكم، وتبدأون تقفزون قوي قوي عشان تروحون فوق هذا الربط جايز. عشان تروحون فوق هذا الروبوت، هو بيلف ايده يمين يسار. اوكي جايز، راح تروحون فوق هذا الروبوت الكبير. طبعا هذا الشيء بس في بي كي اكس دي، ما في باي لعبة ثانية. بي كي اكس دي الوحيد اللعبة الحلوة عندي، لانه انا كتير بلعب بي كي اكس دي وكتير بعشاه. مثل ما انتم شايفين الصندوق الاول حصلنا عليه، وحصلنا على حيوان. وخلينا نروح نشوف الحيوان اللي عطونا اياه، نشوف الحيوان اللي عطونا اياه. وجايز شوفوا مثل ما انتم شايفين الحيوان كيف. اوكي جايز، الصندوق الثاني انتم دوروا، يعني مو انت دور يعني دوروا انتو، يعني انا ما بعرفينه. اوكي جايز، عجبتو الفيديو لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك واشتراك، وبس باي جايز.